الشهرية بعيدا عن التقرير الشهري للحكومة؟ طبعا هتكون في ملاحظات. يعني مش هنكتفي بالتقرير وبس، لازم هتكون في ملاحظات وفي استجوابات وفي طلبات أحاطة. يعني التقرير مش هيجب كل هذه المسألات من المجلس للحكومة. لا أهم ملاحظاتك أنت أو طلبات الأحاطة اللي حضرتك هتقدمها إيه؟ والله حضرتك كتير كتير، يعني في كل مجال. لسه بنتكلم مع عزيز محمد بره، بقول له مثلا يعني في مجال الصحة توزيعة الدكاترة بتتم من وزارة الصحة. طب ما أنت عندك وكيل وزارة في كل مديرية، مستشفى فيها 500 دكتور، مستشفى ما فيهاش دكتور، واخد بالك؟ مجال الاستثمار مثلا أو الزراعة، يعني هيكون لك طلب إحاطة على الوضع الصحي طبعا في كل حاجة. بالنسبة لمجال الزراعة عندنا مزارع الرمان في البداري مثلا، الحكومة شيء لقيتها تماما. طب ما تتدخل حتى يعني بيبدأ سعر كيلو الرمان بخمسة جنيه، بعد ثلاثة أيام بيبقى باثنين جنيه، من تهافت المزارعين على المصدر. فما تتدخل، حتى خد الفلوس دي تفيد بها البلد. بدل حضرتك يعني أنت منها هتفيد المزارع، بدل حضرتك طن الرمان بتاع إسرائيل ب 18,000 جنيه، طن الرمان في مصر ب 2000 جنيه. ساعتها وده سبب ايه؟ عدم تدخل الحكومة. بس حتى في حاجات كتير ومشاكل كتيرة المفروض ان تتدخل فيها الحكومة، ومتهيئلي انا البلد بلد الكل، وساعة ما وجعت على الكل. فأتمنى من ربنا ان الكل يتكاتف ويحط ايديه في ايدين بعضيه عشان نخط شوية. بس عايز اضيف نقطة اخيرا لان وقت الحوار انتهت. اتفضل يا استاذ محمد. بالنسبة للإخوة المزارعين، الحكومة يعني تركتهم كده ورفعت ايد عنهم بالرغم من تصريحات وزير الزراعه، تقديم كل الدعم للفلاحين، تخفيض الفوائد على المديونيات، توفير السماد، توفير التقاوي، توفير كل ده تصريحات في الهواء، مفيش منها حاجه على ارض الواقع. بدليل ان حتى صغار المزارعين وحتى والمتوسطين من المزارعين ما بيعرفوش يسوقوا انتاجهم، وبكل النتيجه ان هم بيكونوا فريسه لكبار التجار والمصدرين. بيفرضوا عليهم اسعار محدده، وبيفرضوا عليهم يعني شروط مجحفه، والدوله سايباهم تحت بالزعم ان الدوله رفعت ايدها. طيب في شغل كتير بقى منتظرين من مجلس النواب فيما يخص القصه هذه. بعد اذن حضرتك، النهارده انت بتحارب المدرس اللي بيدي درس. طيب الدكتور فاتح عياده، انا النهارده شغال وباخد كشف، الصبح اقدر ابص على مريض اشتغل له مجاني؟ متهيألي مش ممكن. طيب عموما يعني هو وقت الحوار انتهى، ولكن البرلمان منح الثقه للحكومه بغض النظر عن حضرتك الملاحظات مشيك على على البرنامج. هو مشيك على بياض. بالتاكيد مجلس النواب حيتابع اداء الحكومه يمكن شهريا او يمكن يوميا، ومستنيين ايضا طلبات احاطه فيما يخص كل مطالب الشعب، مع يعني التعاون ايضا بين البرلمان والحكومه للخروج من كل هذه المازق اللي بتمر بها البلاد. اشكركم شكرا جزيلا على هذا الحوار، الاستاذ نعمان احمد فتحي عضو مجلس النواب وعضو لجنه الشؤون العربيه بالبرلمان، شكرا لحضورك. كما أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشماع، ونراكم على خير قريبا إن شاء الله. شاهدين حوار آخر قادم في الطريق بعد هذا الفصل وهذا التقرير، ابقوا معنا على شاشة النيل الأخبار وبرنامج من القاهرة. تعقيبا على البيان الصادر من المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة أمس الثلاثاء بشأن القضية رقم 173 والمعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، أعرب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر لأي بيانات أو تصريحات من شأنها أن تتدخل في عمل القضاء المصري. واعتبر المتحدث باسم الخارجية أصدار مثل تلك البيانات بالمحاولة التي تستهدف التأثير على عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسؤوليات الجهة الصادرة عنها وادعائها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء. وحول تعقيب وزارة الخارجية على مضمون بيان المتحدث باسم بان كي مون، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن البيان في مجمله لا يضيف جديدا يستحق التعليق،
حيث إنه يؤكد على عناصر تلتزم بها الحكومة المصرية بالفعل وتتسق مع أحكام الدستور المصري، إلا أنه من غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بأن المتهمين ربما لا يمنح حقهم في الاستفادة من إجراءات ومعايير التقاضي العادلة. يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المصرية تطوراً مع عدد من الدول العربية من بينها المملكة العربية السعودية، حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقات في مجالات كثيرة، إلا أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين تم التركيز عليها لتجدير الجو العام وإفساد العلاقات التاريخية مع الرياض. تزامناً تسعى مصر لتحقيق طفرة في علاقتها مع الدول الأوروبية، خاصة مع تركيز الغرب على قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، حيث وقعت مصر مع فرنسا على عدد من الاتفاقات تقدر بملياري يورو خلال زيارة الرئيس فرانسوا أولاند إلى القاهرة. عدنا مرة أخرى مشاهدينا الكرام في حوارنا الأخير في هذه الحلقة من برنامج من القاهرة. عبرت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها تصريحات المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة يوم 19 إبريل بشأن القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن إصدار بيانات بشأن قضايا منظورة أمام القضاء قبل ساعات من النظر في القضية تدخل غير مقبول في عمل القضاء المصري. واعتبر المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد أن إصدار مثل تلك البيانات محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسؤوليات الجهة الصادرة عنها وادعائها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء. أشار أيضا أبو زيد إلى أن البيان في مجمله لا يضيف جديدا يستحق التعليق، حيث أنه يؤكد على عناصر تلتزم بها الحكومة المصرية بالفعل وتنسق مع أحكام القانون المصري، إلا أنه من غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بأن المتهمين ربما لا يمنحوا حقهم في الاستفادة من إجراءات ومعايير التقاضي العادلة. على كل حال وفي إطار أيضا التأكيد على رفض التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، هيكون لنا وقفة تحليلية يعني نوسعها بعض الشيء ونضمنها أيضا في إطار الحرب السياسية والإعلامية اللي بتقودها بعض الأطراف على مصر، يعني أطراف دولية عدة، يعني البعض بيرى أنها بتعمل ضد مصر في محافل دولية كثيرة. هذه المحاور نناقشها في هذا الحوار مع الأستاذ محمود بكري رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الأسبوع والكاتب الصحفي. مساء الخير يا أستاذ محمود، وأهلا بحضرتك معنا. بداية، كيف تابعت موقف الأمم المتحدة الذي جاء في سياق ربما غريب وغير ملائم بشأن قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني؟ يعني بداية عايزين نؤكد على ثابت أساسي موجود في هذه المرحلة في العالم كله مش في الأمم المتحدة فقط. هناك إذا كنا بنتكلم في بداية 2000 2002 2003 على المعايير المزدوجة فيما يتعامل في العلاقة مع الشعوب واللي حصل مع العراق وغيره وغيره، إزاي كانوا بيتعاملوا مع العراق وإزاي بيتعاملوا مع إسرائيل، علشان بعض الكلام الكاذب في العراق غزوا دولة وحطموها ودمروها، بينما إسرائيل تقمع حقوق الشعب الفلسطيني ولكن لا أحد يقترب منها، وكله بالشرعية الدولية. بس الشرعية الدولية دايما مايل علينا إحنا المصريين وإحنا العرب. كلام سكرتير الأمين العام للأمم المتحدة ليس جديد. القضية مش قضية تدخل في الشأن الداخلي للقضاء فقط، ولكن قضية محاولة انتهاك سيادة الدولة المصرية الوطنية. من حوالي أسبوعين حضرتك تابعت أن يصل الأمر بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لكي يستقبل شخص يدعى بهي الدين حسن أحد الحقوقيين، رايح يلجأ لي لأنه شعر أن قضية التمويل الأجنبي قضية 173 تضم
كما تضم عناصر أخرى ممن يتلقون التمويلات من الخارج. السؤال هنا، مين ده؟ قيمته إيه؟ تقله السياسي في مصر إيه؟ كينونته إيه؟ علشان يستقبله الأمين العام للأمم المتحدة ويبحث معاه الشأن الداخلي المصري. اسمه إيه تاني يا أستاذ محمود؟ بهي الدين حسن، مسؤول أحد المراكز الحقوقية في مصر. بس واضح أنه بيدافع عن حقوق الإنسان في مصر من برة، عايش معظم وقته متنقلا بين جنيف وأمريكا وباريس ولندن وغيره. ده على شاكلته العشرات، للأسف الشديد أقول أنهم العشرات. هذا الموقف اللي الأمم المتحدة وغير الأمم المتحدة والمسؤولين الغربيين أيا كانوا هؤلاء المسؤولين اللي بنشوفوا على لسانهم من تصريحات تتعلق بمصر، للأسف ما بنشوفهاش في مناطق أخرى من العالم، وده برضو بيؤكد على الإزدواجية في معاييرهم غير المشروعة اللي بيتعاملوا بيها معنا في مصر. وبعد هذه المقابلة أصدر السكرتير هذا البيان؟ لا لا فيما يخص القضية ولا ده شيء آخر؟ لا ده حاجة تانية، ده حاجة تانية، لأنه مش مرتبط، لأنه لدى القضية على وشك التحرك خلاص. فطبعا هناك العشرات حاولوا يخرجوا من مصر الفترة اللي فاتت ومنعوا من السفر لأن أسمائهم مدرجة بقرار المنع من السفر باعتبار أنهم محقق معهم ومتهمين في هذه القضية. فالآن هم في ثورة عارمة، وده على فكرة ولسه يمكن نيجي الكلام بعد شوية، ده جزء من اللي بيحصل اللي حصل الجمعة اللي فاتت والمدعو لي يوم 25 إبريل والبروباجندا اللي بيعملوها، البروباجندا الفارغة دي، ده جزء منها محاولة التأثير على الموقف المصري سواء في قضية تمويل أجنبي أو غيرها من المواقف المصرية السياسية، إخوان والعلاقة وغيره 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 وغيره. لكن أرجع وأقول حاجة تانية، يا أمم المتحدة لما أنت بتشطري علينا فيما يتعلق بقضيتنا إحنا، ما يتعلق بمحاكمة المتهمين الذين خالفوا القانون، الدولة المصرية لم ترتكب جريمة ولم تقدم على سابقة غير معهودة، الدولة المصرية مارست حقها القانوني الطبيعي العادي العادل في ملاحقة كل من ارتكب جريمة على الأرض المصرية. وإنت يا أخي لما تاخد ملايين الدولارات وتجيلك في حسابك باسمك الشخصي جوه أحد البنوك، مش عايزني أسألك مصدرها إيه؟ وهل اتخذت الطرق القانونية في استقبال هذه الأموال وإيداعها حساباتك الشخصية والخاصة أو حتى أي حسابات لمركز ولا غيره؟ وهل أنفقت فيما جاءت من أجله إذا كان هذا مبرر قانوني أو مسوغ قانوني؟ أنا كدولة مصرية من حقي أطرح هذا السؤال. لكن يا أخي أنتوا بتعملونا كده ليه؟ طب لما فرنسا حصل فيها حادث إرهابي واحد، سواء شارل إبدو أو الحادث اللي حصل بعد كده قدام الاستاد وغيره واللي مات فيه عدد من الناس، التفجيرات اللي حصلت في فرنسا مرة واحدة، عملت إيه فرنسا؟ أعلنت الطوارئ القصوى، أغلقت الحدود، حصلت على الشرطة الفرنسية، حصلت على إذون من الجهات القضائية المختصة بتفتيش أي منزل وأي سيارة وملاحقة أي متهم، بل وقتلوا متهمين بدون حتى سؤال. ونفس الوضع في بلجيكا، خد بالك. ثم بروكسل بعد تفجير المطار وتفجير محطة الأنفاق. طيب فين يا أمم المتحدة من الإجراءات اللي إحنا في مصر رغم أن إحنا بنخوض حرب ضد الإرهاب من 2011 لم نتخذ خطوة إعلان حالة الطوارئ؟ هذه واحدة. ثانية، لم نمارس إجراءات قمعية ولا إجراءات تعسفية ولا قتل على الهوية إطلاقا. بالعكس، مصر لو كانت بتمارس زيكم ما كانش اللي موجودين في السجون دول لغاية النهاردة عايشين على قيد الحياة. لكن مصر تعطي الحق للتقاضي مرة واثنين وثلاثة بالدرجات المختلفة، ابتدائي استئناف نقد، كل إجراءات التقاضي مصر بتوفرها. في دولة في العالم بتعمل هذا التحضر في وقت أبنائها جنودا وضباطا يتساقطون شهداء في الأرض المصرية في سيناء وغيرها؟ يعني يا عالم أنا عايز أقول لهم بس خلوا حبة رملة في عينيكم، اختشوا على دمكم، بلاش تتعاملوا معنا بأساليب العنجهية الغربية، وراعوا أن الشعب المصري خرج من القمقم والدولة المصرية رفعت عنها الوصاية. الدولة المصرية الآن ذات سيادة، لديها رئيس وطني، لديها مؤسسات وطنية، لديها شعب حر لن يقبل هيمنتكم بعد اليوم. لن نقبل أن تفرضوا سياساتكم علينا، لكن خليكم واقعيين وخليكم موضوعين معنا.